السائل يقول: أثناء تأديتي للعمرة أديت السعي بالزيادة، لأنني كنت أظن أن السعي من الصفا إلى الصفا واحدة. يقول: لأنني كنت أظن بأن السعي من الصفا إلى الصفا مرة واحدة وليس مرتين، فأرجو منكم الإفادة حول هذا. الإفادة حول هذا أن سبعة من هذه الأشواط هي الصحيحة الموافقة للشرع، والسبعة الباقية فعلتها عن اجتهاد، ونرجو الله تعالى أن تثاب عليها، لكنها ليست مشروعة. فالسعي من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وعلى هذا فيكون ابتداؤك من الصفا وانتهاؤك بالمروة. نعم.